السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة جديدة من التهيئة نتاع وادي الحراش، وهذه المنطقة اللي كنا ديجا صورناها فيما مضى نعودنا ولينا ليها باش نشوفوا إذا كان فيه جديد وإذا كان فيه صيانة، والشيء اللي رانا نشوفه أنه ما كانش جديد وكذلك ما كانش صيانة. المفروض أن هنا المنطقة هذه الأشغال انتهت تقريبا 90%، المفروض كان أن هذه المنطقة تفتتح للمواطنين والزوار والعائلات باش ما تبقاش عرضة للإهمال والاحتلال من طرف جماعات المشبوهة، وتكون منطقة للعائلات، خاصة وأن المنطقة هذه تقع في وسط مدينة الحراش. للأسف بقات مغلقة، وهي مش مغلقة تماما لكن مغلقة بطريقة غير رسمية، ومفتوحة للأشخاص المشبوهين. إذن كان من المفروض منطقة كهذه تفتتح حتى ولو بقات فيه بعض الأجزاء القليلة جدا اللي مازال راهي لم تنتهي، لكن كان من المفروض يفتحوها للعائلات يعتنيوا بها أفضل مما أن تترك هكذا للأسف الشديد. والشيء الإيجابي هو أنه النباتات والأشجار كبرت، ولأن المنطقة هذه عندها تقريبا حوالي 3 أو 4 سنوات من اللي انتهت الأشغال بها، وما زالت مغلقة في وجه العائلات والشباب للأسف الشديد. السلام عليكم. إذن هذا هو حال التهيئة نتاع وادي الحراش في المنطقة هذه. نزيد نقترب من الواد نشوف اشغال داخل الواد، نشوف وين وصلت الاشغال. هنا نشوف انه الاشغال داخل الواد مازالها مستمرة، ما بقاش كثير على بيادي حال، ما بقاش بزاف لكن مازال بعض الأشغال تنتهي. إذن هذا هو هنا نشوف بنايات، هذه البنايات هنا، هذه البنايات هنا هي راهي هج يعني هجر أصحابها وعوضوا ببنايات أخرى، ويعني هذه البنايات هي في الحقيقة راهي تحت التهديم لكن ما زالت لم تهدم بعد.
عندنا هدية حالة الأشغال، هدية حالة الأشغال وحالة المنطقة هذه اللي لو كان فتحوها للعائلات وسقموها والله تولي رائعة وما وتبقى صيانة فيها مستمرة، كانت تمد إضافة كبيرة للمنطقة هذه تاع الحراش يعني من الجهة الغربية يعني اتجاه لامونطان، كانت تكون إضافة أكيدة بالنسبة للعائلة خاصة، لكن للأسف ما زال ماهيش مفتوحة. هذا هو الحال في المنطقة هذه. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا إلى النهاية إن شاء الله، ونروح نمشي نبقى تصوير مستمر إلى أن أصل إلى الجزء الضفة الأخرى من وادي الحراش. إذن سوف أعبر الضفة الأخرى عبر الجسور تاع المشاة اللي راهي موجودة. إذن نخليكم تتابعوا، وإذا كان فيه ملاحظة سأبديها. إذن